السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتعمل فيديو وعايز بعض الصور او بعض الفيديوهات، ففي موقع جميل جدا اسمه بيكسلز. هو ميزته ان هو مجاني. طب خلينا ندور مثلا على صور خاصة به، مثلا الغابة اهوت، ده ممكن تلاقي صور كتيرة زي كده، فنقدر نحمل اي صورة. وممكن في نفس الوقت اقول له انا عايز فيديوهات. الفيديو اللي عجبك اهوت، هتقول له فري داونلود وتحمله عندك. اهو بالشكل ده، فتقدر تحمل فيديوهات بحيث تعمل مونتاج قوي جدا. يعني حكتنا كلمة فورست طلع لنا تقريبا 13,000 فيديو و50,000 صورة. تقدر تحمل صور زي ما انت عايز، نفس الفكرة، تقف عليها وتقول له فري داونلود. وتقدر تعمل ايديت للصورة دي في الكانفا، والكانفا ده يعني موقع قوي جدا وبيعمل ايديت بسهولة. مجرد تدوس عليه بيفتح لك الكانفا، وتقدر ان انت تعدل على الصورة دي، تضيف كلمة، تقص الكلمة زي ما انت عايز. فتقدر ان انت تعدل، تقص زي ما انت عايز. تقدر ان انت تحط تكست، تقدر ان انت تحط ترفع صورة من عندك وتحطها، يعني بس الصور مرفوعة. كل عليك بس ايه، اسحب وحط، هتبقى ايه، تلاقي الصورة موجودة، تكتب تكست زي ما انت عايز. طيب خلينا بعد كده هنروح للبرنامج الكامتازيا واقول له اعمل لي مشروع جديد. اقول له ان انا عايز اعمل امبورت الميديا، وهاجي هنا احمل الفيديوهات والصور اللي انا عايز اشتغل عليهم. تقدر ان انت تسحب وتحطهم هنا اهوت. بالشكل دوت تقدر تعمل حركات انتقالية بين الاتنين، من ده لدوت. فأيا كان الموضوع اللي انت عايزه، تقدر ان انت تلاقي الفيديوهات اللي انت عايز تشتغل عليها، فتبدأ تعمل حركة انتقالية بقى. طيب ممكن تعمل مثلا فيجوال افكت للصورة، مثلا الكورنر، عايز انت مثلا تخليه في كورنر كده جميل. وتقدر تتحكم في الخصائص بتاعت الكورنر، الريديس اهيت اللي هي الدوس دوت. وتقدر يعني فيه شوية خصائص حلوة تقدر ان انت تلعب فيها. مثلا هنا بيفيور، ممكن تقول له انا عايز مثلا الفيديو ده يبقى فيه حركة معينة تحصل فيه، تمام. ممكن برضو الصورة دي هنعمل فيها بيفيور برضو بالشكل دوت، بحيث حركة انتقالية مع ان هو بيتحرك بالشكل دوت.